احنا عم نقدم هاي النصائح مشان ما يتعرضوا لنفس القصف ويخسروا خسائر بشرية، سواء للمدنيين او للفرق الانقاذ بوقت القصف واثناء الاستجابة او حتى ما بعد تعرض اي مكان للقصف. عشت التجربة هون بسوريا، نحن استمر القصف هون بسوريا لمدة 11 سنة ومستمر القصف حتى الآن هنا بالداخل السوري. نحن عشنا التجربة وعشنا وشاهدنا هاي الضحايا، لذلك كان مني دافع منا نتعلم هاي المهارات الإسعافية.